اجمالا بقى لسلسله الاخبار الحلوه المتعلقه بالنادي الاهلي. طبعا حضراتكم كنتوا اكيد متابعين معانا، احنا كنا بنتابع يوم بيوم بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد اللي كانت مقامه في مدينه مكناس المغربيه، والحمد لله رب العالمين النادي الاهلي توج بهذه البطوله، وبعثه الفريق برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي رجعت بالسلامه الى القاهره بعد التتويج. وطبعا كان في استقبال البعثه في مطار القاهره الاستاذ طارق انديل والاستاذ جوهر نبيل عضو مجلس الاداره، ومعاهم الاستاذ رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، بعد ما حقق الفريق الفوز في كل مبارياته بالبطوله بدون استثناء وحصد اللقب عن جداره. وهو ده النادي الاهلي اللي احنا دايما يعني ايه ما بنلاقيش فرحتنا غير من خلاله ومن خلال انجازاته المفرحه. تعالوا نشوف بقى مع حضراتكم جزء يعني من عوده او يعني خلفيه كده بسيطه عن عوده البعثه ولقاءات مع اعضاء الفريق من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. لا مبروك ليكم ومبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، مبروك للجهاز الفني واللاعبين، الحقيقه حاجه مشرفه جدا، اداء متميز، حقيقه سعيد جدا بيهم، شخصيات مرموقه كلهم الحقيقه اجتهدوا جدا بشكل كبير ويستحقوا ان انتوا اللي تحتفلوا بيهم النهارده مش تحتفلوا بقى بينا، فاستاذنكم ان انتوا تسجلوا معاهم. وطبعا بشكر طبعا طارق بيه انديل وكابتن جوهر نبيل طبعا والكابتن رؤوف عبد القادر الحقيقه اللي كانوا في الاستقبال البعثه، وبشكر الكابتن محمود الخطيب على اتصالاته الدائمه الحقيقه بالبعثه وكل اعضاء مجلس اداره، بشكرهم جزيلا والف مبروك ليهم وكل اعضاء النادي الاهلي الكرام وجماهير الاهلي العظيم. توفيق ربنا اول حاجه، وثانيا بشكر اللعيبه الرجاله دي ومجلس الاداره كله واقفين في ظهرنا من اول يوم، حسونا فعلا انهم يعني ان هم في ظهرنا من يعني من اصغر حاجه لاكبر حاجه طول البطوله، والحمد لله ان احنا قدرنا نسعد جماهير النادي الاهلي والوطن العربي كله، والحمد لله رب العالمين، ونهدي جماهير النادي الاهلي البطوله دي الحمد لله. والله الحمد لله تتويج بالبطوله جيت في اول الموسم مش خلينا نختمه مرتاحين، وعندنا ما ان شاء الله يوم 10 مباراه السوبر مع الزمالك، الناس الكل معناتها باش نكونوا واضحين كان معناتها اللعيبه والناس الكل تحس التخمه نتاعها على ماتش الزمالك، عملنا تو معناتها اللي يلزم، فوزنا ببطوله افريقيا وان شاء الله معناتها نهديو هذايا الجماهير الاهلي اللي كانت تشجع فينا طول الوقت وتكسر فينا في كل مباراة. طبعا حاجة محترمة، حاجة مبسوطة، بطولة طبعا جميلة جدا، كبيرة عظيمة، بطولة أفريقية بتضاف للنادي الأهلي وفريق كرة اليد. أنا بشكل شخصي طبعا مبسوط للفرقة وشايف إن الفرقة نهت موسم جيد جدا السنة اللي فاتت بمكسب الكاس. الحمد لله تكليل لكل الجهد اللي حصل الفترة اللي فاتت، ألف مبروك أبطال، وحاجة الحمد لله تحملوا كتير قوي، سفرية شاقة، عناصر كلها حاجه تشرف مصر وتشرف النادي الاهلي، الف مبروك وان شاء الله القادم افضل ليهم ان شاء الله. بقول للفريق كله والجهاز الفني والطبي والاداري الف مبروك، الف مبروك لمجلس الاداره، وبسيب الميكروفون للابطال الحقيقيين عشان نحتفي بيهم ونحتفل، نقول لهم تعالى اسلام كابتن الفريق عشان نشوف اسلام جديد. ان شاء الله. قول مبروك النادي الاهلي، قول مبروك، قول. طبعا دي عادة النادي الاهلي طبعا البطولات يعني، واحنا الحمد لله فرقه كلها شباب وفرقه كلها رجاله طبعا، وكله دعم مجلس اداره وكل الناس دايما في ظهرنا، فالحمد لله يعني في مزيد باذن الله من البطولات السنه دي باذن الله. اكيد مباراه صعبه، مباراه بتوصل لكاس العالم للانديه، مباراه كلها محتاجينها، لعيبه كتير هتبقى اول مره تروح كاس العالم للانديه، فالمباراه ليها اهميتها، مباراه اهلي زمالك في نفس الوقت، فان شاء الله خلاص الاحتفال هيخلص النهارده ان شاء الله، وبكره نبدا نستعد لمباراه السوبر وليها حسابات خاصه، وان شاء الله خير نكسبها يعني. والله يعني ماتش السوبر لسه هنحدد، لسه هرجع اعمل سونار ورنين، لسه الدكتور هيحدد سواء هلحق او مش هلحق، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله هلحق، هنعمل اقصى جهد عشان الحق الماتش وربنا يكرم ان شاء الله والحق يعني. طبعا الحمد لله قدرنا ناخد البطوله، طبعا بطوله في اول الموسم بتبقى اصعب شويه ان انت بتبقى لسه ما جبتش فورمتك البدنيه والفنيه بنسبه 100%، ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش السوبر. يعني هي البطوله ما بداتش من هناك، احنا كنا بادئين التحضير من بدري يعني من واحنا هنا في القاهره قبلها بثلاث اربع شهور بادئين التحضير، فكنا حاطين نفسنا في جو البطوله من بدري من قبل البطوله، والحمد لله لما وصلنا هناك فضلنا مركزين من اول يوم لاخر يوم ان احنا نبقى في نفس تركيزنا عشان نقدر نحقق البطوله، والحمد لله قدرنا الحمد لله. بطوله مهمه جدا لينا كلعيبه وكجهاز، السنه اللي فاتت فنشنا الموسم ببطوله قويه ضد المنافس التقليدي بتاعك، السنة دي بتبدأ ببطولة قوية وبتكسبها الحمد لله، إن شاء الله تبقى بداية لينا الموسم قوي نقدر إن احنا نعمل فيه الطموحات اللي الجمهور حاطط علينا إن شاء الله. إن شاء الله جيل جديد قوي للنادي الأهلي،
الناس كلها ما بتذاكرش جهد، تعبانين من شهر 6 تمرين، الناس كلها ما فيش حد مقصر، ولا مجلس اداره ولا جمهور ولا مدربين ولا لعيبه ولا اي حاجه. ان شاء الله بنوعد الناس ان احنا الموسم ده يبقى موسم استثناء ان شاء الله باذن الله. الحمد لله ان احنا رجعنا بالكاس زي ما وعدنا، زي ما بقول لحضرتك بطوله صعبه زي ما حضرتك قلت كده في اول السيزون، انما احنا بقى لنا شهرين الولاد والجهاز وشغالين ان احنا ان شاء الله البطوله دي نرجع بيها. البطوله كانت غايبه بقى لها 3 سنين، فالحمد لله بدايه موسم قوي. يا دوبك ما عندناش وقت نفرح، خلاص احنا النهارده اخر حاجه لينا. ان شاء الله يوم الاحد بنبتدي تدريباتنا تاني، عندنا بطوله تانيه قويه جدا كمان 10 ايام. منظومه تحليل الاداء الحقيقه مهمه جدا جدا، بنعتمد عليها في كل المباريات، سواء كانت مباريات عاديه للفرق ذات المستوى المنخفض او الفرق المستوى العالي. لازم نكون عارفين داخلين المباراه وعارفين ان الفريق اللي قدامنا بيلعب ازاي، طريقه لعبه ازاي، الثغرات الدفاعيه بتاعته في الاماكن المهين. بنشتغل اثناء المباراه على التحليل الاحصائي، بنقدر نشتغل في الشوط الاول على احصائيات الفريق، بنشوط من مختلف الاماكن منين ومنين ومن مختلف الزوايا، وده بيساعدنا في الشوط الثاني. والحمد لله ان ربنا كرمنا ان شاء الله بالبطوله الحمد لله. مبروك لابطالنا، وحاجه اعتقد يعني الحمد لله كانت متوقعه شويه، لان احنا شفنا النتائج ازاي كان فيها جاب كبيره جدا مع المنافسين، فمبروك علينا. وزي ما هنرجع نقول تاني، احنا مش بس في كره القدم، احنا في الرياضات كلها وبالارقام وبالدلائل يعني.